مساء الخير. كان احد المتابعين بعت يسالني ايه الاخطاء او الرموز اللي بتظهر على شاشه الغساله الزانوسي المستورده، وازاي اقدر يعني اعالج الموضوع ده بعيد عن مركز الخدمه. فدي الايرورز اللي بتظهر حوالي 5، فلو ظهرت كل عيب مكتوب فيها. فلو جينا اول واحد اللي هو اي اتش 0، ده بيقول لي ان مصدر الكهرباء الرئيسي غير مستقر، ولازم اشوف ان عبارة عن ان التيار بيكون متردد، فلازم افصل الغسالة واستنى ان لما التيار يثبت عشان رمز الايرور ده ان هو يتشال من على الشاشة. تاني واحد اللي هو E91، ان في مشكلة ما بين الكارتة والغسالة، فلازم عشان احلها لازم اوقف الغسالة واشغلها مرة تانية، ولو الرمز ده ظهر تاني يبقى كده لازم اكلم مركز الخدمة، مش هقدر احل الموضوع ده عن طريق البيت او من غير ما فني يجي يشوف الغسالة. عندي الـ E10، ان المية مش بتسحب، الغسالة مش بتسحب مية كفاية، فلازم برضه اوقف الغسالة واشغلها تاني. لو المشكلة ظهرت هلاقي الرمز ده بيطلع لي تاني ولازم اكلم مركز الخدمة. الـ E20، إن الغسالة مش بتصرف، وده حلها إن أنا أشوف ممكن خرطوم الصرف يكون مسدود أو فلتر الغسالة مش متنضف كويس، فلازم أراجع الحاجات. لو برضو الإيرور ظهر لي تاني بعد ما أعمل كل الاحتياطات اللازمة لازم أكلم مركز الخدمة. عندي آخر واحد E40، وده هيظهر لو باب الغسالة مفتوح أو ما اتقفلش بطريقة كويسة، فلو لازم أراجع الباب الأول أشوف إن هو قفل بطريقة كويسة واتاكد ان هو تمام. لو برضو قفلته واتاكدت وبرضو الرقم الايرور ده طلع لي لازم اكلم مركز الخدمه، عشان كده ممكن يكون في مشكله في مفصله باب الغساله. ودي كانت الخمس اخطاء اللي بيظهروا لي على شاشه الغساله، وان اقدر ازاي اشيلهم وانا في البيت. ولو ظهر التاني لازم اكلم مركز الخدمه عشان حد يجي يبص لي على الغساله ويفحصها فنيا لحل المشكلة. شكرا جدا، وأتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبك.